بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بون شونس بوغ لي بلو فرنسا بلدي كوب دوروب. هذا كنشوفو دابا بوكو جو في دو ديماراج إطوال تريونجل. بلاك أول حاجة غنشوف البلاك سينيتيك ديال الموتور 380 فولت. عندنا الموتور هاي بلاك سينيتيك ديالو، جافي غوكاردي لا بلاك سينيتيك دي موتور هي اللولى. مثلا هنا دابا ندير اطوال تريون، واش خصني ندير؟ عندي مثلا هنا في لامبيراج الفولتاج، عندي هنا كيلو وات، كيلو وات عندي 1.5 بلاك سينيتيك ديال الموتور. هنا عندي 380 فولت، 660 فولت. عندي هنا في الامبيراج 3.8 امبير، وعندي هنا 2.2 امبير. ها هو لي زانفورماسيون دو بلاك سينيتيك دي موتور. عندنا هنا 380، عندنا 660 فولت، عندنا هنا في الامبيراج 3.8 امبير، هنا عندنا 2.2 امبير. جو في فيغ لو ديماراج اطوال تريونجل بوغ اونيتي لو كورون، باش نقص من الكورون. هايا ونيتي لو كورون دو ديماراج ديال ديماراج تريونجل مثلث. جي لون لا بلاك سينياتيك لو كورون، هادي في بلاك سينياتيك في ديال الموتور كورون، يعني شحال ديال الكورون نومينال؟ 3.8 امبير، عندي 3.8 امبير. هاي ديما كنشوف هنايا اي بو اتر 8 فوا، يعني 8 المرات تقدر تضاعف. 8 فوا 3 المرات تضرب 8 تضرب 3 المرات 3 فوا دو بليس اتر، تقدر تولي حتى 20 امبير او ديبار مع البداية. بو غيدويغ لو كورون، بغيت نغيدوي الكورون ديالي، جو في لو ديماراج اطوال تريونكل. هنا ديما كنشوف هنايا البلاك سينياتيك هي الاول، هو ندير اطوال تريونغ. بوكو جو في فيغ اذا ما راجع اطوال تريونغ، يعني هنا غنجي هنا مثلا هنا غنلقى الكيلو وات 1.5 وات. شرح لي اختار الشوفال و الكيلو وات بالوات، شحال كيدور الموتور. هنا غنلقى في الفولتاج 380 فولت، غنلقى في لومبيراج 3.8 امبير، غنلقى هنا في الفولتاج 660 امبير، غنلقى هنا بهاد نلقى 2.2 امبير. يعني ديما دابا ندير اطوال تريونجل، نشوف هنا لومبيراج، نشوف هنا سميتو. اشرح هذاك الزميل موسى، اشرح بواحد الشكل جيد. والسلام عليكم. دونك الدرس مفهوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.